النهارده في ضيافتنا واحد من المطربين المبدعين. انا دخلت في الموضوع على طول لانه الحقيقه يمكن اسمه من اكتر الاسماء اللي لمعت الحقيقه في خلال الفتره الاخيره، واحد من الاصوات المصريه الاصيله اللي رجعت واحيت التراث الفني عشان تقدمه في قالب متطور. ضيفنا هو عنوان للتاريخ الغنائي اللي هيتكتب وبيتكتب في دفتر التاريخ. هو صاحب الصوت القوي اللي زلزل قلوب المصريين من اول ما سمعوا صوته، قدر انه يشعل حماسهم وخلاهم يرتبطوا بيه عشان يستنوا حفلاته على المسارح والمناسبات الفنيه. مش بس كده يا جماعه، يمكن ضيفنا النهارده واحه الغروب كانت بالنسبه له شروق لنجم مختلف ومتميز. نجمنا غنى لاهل الصعيد واجبر المصريين كلهم ان هم يغنوا معاه، حفر بصمته، وهنا انا بقول حفر لان هو فعلا نحت في الصخر وحفر بصمته في غنى المواويل والاشعار، وقدر اللي هو يحبب جيل الشباب في التراث والانشاد. فنان مطرب منشد وكمان من طراز فريد. خلونا نرحب بالمطرب والمبدع والفاشني. فقره فنيه وغنائيه ابداعيه الحقيقه. وائل صباح الخير عليك، نورتنا. صباح النور يا فندم. صباح النور. ازي حضرتك؟ صباح الخير يا وائل. صباح النور. يعني اولا سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. الف سلامه عليك. الله يخلي حضرتك. بس وائل، يعني الحقيقه احنا بدايه ما الناس اتعرفت على وائل تعرفت عليك في لون كان غايب عننا، موجود بس كان غايب عننا، بس اللي بيدخل اللون ده او التراث الشعبي والفني عندنا لازم يكون صوت، صاحب صوت قوي ورنان وليه بصمه مصريه. الله يخلي حضرتك. طبعا هو شرف ليا كبير. هي ترتيبات ربنا، دايما اقول ترتيبات ربنا. يمكن كنت بتكلم مع الاستاذ احمد في ترتيبات ربنا في الاول. انا يمكن انا كنت عازف مشهور جدا، جامع ما بين العزف والغنى في اوروبا في كل حته، وكان السبب في كده كان طبعا ناس هنا في مصر، فالاستاذ يحيى خليل اللي هو الراجل الدرامر المعروف اللي هو يعني شريط شبابيك بقى، واستاذ محمد منير يعني استاذنا يعني، وكان الاستاذ فتحي سلام، فهم فتحوا لي الشباك على بره، فيعني ان انا احترف. فذكرت ان انا احترف، عملت اسلوب جديد للالات بتاعتي للرق، عملت اسلوب جديد للعزف، فلقيته محتاج قوه شويه في الصوابع. كنت اقعد اتمرن ضغط على صوابعي في الوقت ده، يعني انا عايز اعمل كل حاجه، انا عايز ابقى زي العازفين اللي هو بره عشان ابقى زيهم يعني. حتى يمكن بمناسبه اذربيجان كان في بنعمل كل سنه مع فتحي سلامه في اسوان، فعند الاغا خان، تبع الاغا خان، كنا بنعمل زي ورشه عمل، بيجي عازفين من كل انحاء العالم، اقوى عازفين يعني، كان بيجي من اذربيجان، من اوزباكستان، ومن الهند، ومن امريكا، ناس في الجاز وكده، وناس معروفه جدا في الوقت ده يعني. فكنت جامع ما بين الاثنين، كان دايما عندي ان احنا 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 كمصريين لا، احنا عندنا نوع معين يعني. انا بحب الغنى وبحب، بس في يعني موجه كده اللي هي موجه، انا بسميها موجه النونوه. صحيح. يعني والله مش هو ده نوع يعني، نوع، لكن ما ينفعش انا افضل حياتي كلها بنونو يعني، مش كده الحكايه، لا، نوته سليمه وصريحه وصوت عريض ومصر بتتكلم عن نفسها يعني، هو ده الموضوع وهذه الحكايه. 2017 كانت يعني سنه غروب وشروق في نفس الوقت. غروب لحادث انت تعرضت له هنتكلم عنه، وشروق بتتر مسلسل واحد الشروق. طيب، واحد الغروب. واحد الغروب، اسف. فايه رايك نسمع الاول يعني واحد الغروب؟ سافر حبيبي. حاضر. سافر حبيبي وداخل لي يودعني، بكى وبلل محارم وانا قلت ايه يعني، بكى وبلل محارم وانا قلت ايه يعني، والله فراق الحباي مر وجاني، والله فراق الحباي مر وجاني، انا قلت ده فراق ولا ده لعياني، والله ما ناداري بالفرقة وما فيها
من كتر الأفكار والأيام أنا خاش وناوي تهاجر وأنصب في الجبل خاش وديني ماشي يا ولدي بقول يا حيت داريني صفر حبيبي وداخل لي يودعني بكى وبلل المحارب وانا قلت ايه يعني بكى وبلل المحارب وانا قلت ايه يعني والله فراق الحبايب مر يوجعني والله فراق الحبايب مر يوجعني الله الله يخلي حضرتك. وائل هنتكلم بقى عن الحادثه اللي حصلت لك، احكي لنا ايه اللي حصل. والله انا دايما بحكيها في يمكن في البرامج بقول يمكن يعني لان لقيت ناس كتير جدا جدا اتعظت بهذا الامر يعني في ناس كتير هتقول لي انت بسبب حكايتك غيرت حياتي انت بسبب حكايتك غيرت حياتي وعزمهم على الحفلات بتاعتي واقعد اتكلم معاهم يعني اقعد بنفسي نقعد نتكلم مع بعض يعني ناس كتير قوي والله ما يتعدوا يعني من كترهم فده كان فضل من عند ربنا ومن عند الحمد لله الحمد لله لا انا كنت جريء وما بكبرش لحد يعني وعايش بره على طول طش الشباب اللي كان متعود على الكل لا وعايش لبره على طول مش فايق يعني يعني ما كنتش هتقدم لي معلومه فما تكلمش معايا انا كانت حياتي كده مش هتقدم لي معلومه مش هكتر معاك في الكلام ما ممكن تسالني حاجه ما ردش انا بصحى الصبح من النوم بقعد اتمرن على آلتي وقعد افتح صوتي انا في حياتي في فني فما حبش حد يخبط عليا يجي يقول لي على اي حاجه بره اللي انا فيه فكنت كده طيش الشباب يعني فالحمد لله رب العالمين يعني وانا راجع من بلدنا خبطتني يعني عملت حادثه بالعربيه ونزلت من العربيه وبرده كنت يعني مش محترم اتخانقت مع الراجل اتعصبت شويه اتعصبت واتخانقت مع الراجل فالعربيه دي الموضوع بقى هنا بقى شوف يا استاذ احمد العربيه اللي انا اتخبطت فيها في الحادثه في الاول وقفت ونزلت وقلت له يا ابني انت كنت هتموت وتموتنا معاك فهو لما رد عليا رد مش تمام فحصلت خناقه وكده كانت عربيه بيجو 2016 لونها اللون ده معرفش اللي هو بيقولوا عليه موكا او شامبين او حاجه مش عارف ده ومشي انا حاطط بقى المقص بتاع العربيه بتاعتي تتكسر خالص تماما فمش عارف اعمل ايه يعني ومفيش مش لاقي حد يشيلها من اقصى الشمال يوديها اقصى اليمين فانا واقف حاطط المثلث قدام العربيه بشويه واقف مستني صديق ليا جايب لي الونش وجاي عشان يشيل عربيتي كانت عربيه نفس اللون بس الاولاني كان من بورسعيد الثاني كان من القاهره نفس اللون ونفس النوع ونفس الموديل راح خبطني من على الارض وانا واقف على الارض مت بقى كان والله صحيح ده بجد يعني زهقت روحي وردت فيها تاني بسبب امي يعني ودعوه امي يعني ربنا يبارك لك فيها في العمر فاتولدت من جديد فبقيت قاعد اقول للناس يا جماعه ما فيش حاجه مستاهله يا جماعه ما فيش حاجه مستاهله خلي الناس تحبك خليك نافع للناس فمن ساعتها وانا بحاول اكون نافع للناس يعني خيركم انفعكم للناس صحيح يعني فبقيت احاول اعمل كده يعني مش عايز حاجه من حياه من حد ولا عايز حاجه من الدنيا يعني زي ما بيقولوا يعني وبربي محمود ورغد وعايش ربنا يبارك لك فيهم الله يخليهم لك فلكن اللي هي المعنى نفسه الحكايه كان في التعاظل يعني مهما كنت ومهما عملت في لحظه ده كان شر في باطنه الرحمه يعني الحادثه دي كانت شر في باطنها الخير والرحمه كله يعني انت قلت اتولدت من جديد اتولدت معاك حتى فن جديد يمكن هو ده كان توهجك في واحد الغروب اللي احنا شفناه بعدها ليا موقف مع سواق نقل لاني بعد ما اتخبطت وردت فيها الروح بقى ما اعرفش ايه اللي حصل لاني انا صحيت على رنه التليفون وكان امي حتى اديت لصديقي قلت له رد هو كان كل الناس واقفه بتبكي يعني زعلها يعني خلاص طبعا واقفين يبكوا حتى اللي خبطني واقف يبكي يعني فبقول له رد على والدتي يعني ففي الوقت ده كان سواق عربيه نقل
راجل عنده في الخمسينات كده يعني حاجة وخمسين سنة، قفل الطريق كله بالنقل ونزل حطني شالني، هو خايف لا يكون انا مخبوط في دماغي يعني في حاجة في دماغي الخبطة، هو شايفني بطير بقى يعني عربية خبطتني على الطريق بسرعة مهولة يعني. فقال لي ما تخافش انا مش هسيبك، انتبني انا مش هسيبك والله الراجل ده انا معرفش. دي جدعانة المصريين اللي احنا بوستو يعني بقولك ودي جدعانة المصريين اللي احنا متعودين عليه. عايز تقول حاجه؟ قلت له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طب بمناسبه بقى يعني حضرتك يعني اتحدثت او اتكلمت على فكره دعاء ام حضرتك ربنا يبارك فيها طبعا من جهه طول العمر، بركه في العمر يا رب. في عندك حاجه بتغنيها للام؟ ما عنديش حاجه بتغنيها بغنيها للام يعني ما عملتش حاجه، بس ان شاء الله بامر الله انا بفكر في فكره. اصل انا مش هعمل اغنيه للام زي الاغاني، انا هعمل انت عندك اغنيه للام فاروح اعملها لا انا مش هعمل كده خالص. امال ايه الفكره اللي في الام تتحفر كده زي واحد غروب زي ما تدمعيش؟ انا شايف اني 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 برده ما تدمعيش يا امي، ما هي دي برده للام يعني. حافظها يا وائل؟ حافظها ازاي؟ ما تسمعنا منها حاجه. ليه بخيل علينا النهارده يا وائل؟ لا انا مش بخيل ولا حاجه، انا عيان يا استاذ. الف سلامه عليك. ما تدمعيش يا مايا، مت عشان اعيش. ما تدمعيش يا مايا، مت عشان اعيش. وعكي يما في يوم تقني وتحزن، شوفي العساكر جندي جندي واسألي ابني مات حس بقناط. لا ابنك بطل مهما حصل، ما تدمعيش يما يموت عشان اعيش. يعني الله بس احنا بقى يعني بصوا احنا دخلنا من الحادثه على ما تدمعيش يا مايه، وعايزين نصبح على الناس وصبح على الصعيد. ففي بقى حاجه فيهم فجاه انت وعدتنا بيها صح؟ ياللي ضربت الوادع وسمعتكم حكايه، اهل الصعيد يا جدع يا جدع يا جدع، جوا التاريخ علامات، جوا التاريخ علامات، جوا التاريخ علامات يا جدع. يلي ضربت العدا وسمعتكم حكايات، أهل الصعيد يا جدع، أهل الصعيد يا جدع يا جدع، جوع التاريخ علامات علامات. الله شباب الاغنيه عايزه اقرا. انا عشت معاك يا وائل يمكن شويه كده في تحضيرك لحفل سوهاج تحديدا والكواليس، وشفت يعني ازاي فعلا اثبت لي لكل مجتهد نصيب. الحمد لله اشتغلت على نفسك وكان عندك تحدي، احكي لنا الكواليس اللي حصلت علشان تقدم الصعيد وناسه. والله انا لما وصلت هناك طبعا مع الاستاذ بلال تراوي، هو كنا رايحين جايين يعني عمل فيها زي خدمه يعني في ان احنا هنروح او يعني رحنا 24 ساعة كده نعمل بروفا ونشوف الشكل عامل ازاي، ورجعنا تاني وبعد كده رحنا تاني بقى قعدنا 5-6 أيام هناك. فكان حسيت ان الراقصين هناك في سوهاج لازم نكون اصحاب قوي، فبقينا اصحاب فعلا الحمد لله، هم حبوني جدا جدا، وقعدت مركز قوي في شكلنا على المسرح قدام سنتر ياسر عامل ازاي، يعني ده مهم جدا. غير ان الاغنية طبعا الصعيد وناسه الحان الاستاذ الكبير عزيز الشافعي، والحان حبيبي واخويا طارق عبد الجابر، وكلمات المبدع احمد رؤول. فهم كانوا عاملين توليفه كده، انا كنت مبسوط جدا وانا بسجل يعني. فالطبقه كانت عاليه جدا يعني عاليه، فانا كان لازم سبحان الله انا ما كنتش بنام يعني من القلق، لاني انا اول ما رحت لقيت اني هبقى يعني الكورس بتاع الست الرئيس قريب وكده، فقلت استغل الفرصه بقى من ان انا اغني بجد بقى.
غني بكل قوتي وغني يعني نادي صوت الرئيس بيهتم بالتفاصيل وهو سميها يعني انا عارف ده كويس. فهعمل اللي عليا يعني هعمل اللي عليا. ما كنتش متخيل ان الرد يجي من ربنا بسرعه كده بالسرعه. انا كنت متخيل ان بعد كده اجهز لما تبدا الثقافه وحاجه وبتاع. لقيت سياده الرئيس هو فكان رد من عند ربنا. ربنا بيثبت لي ان لكل مجتهد نصيب. صحيح. ان تعبك ما بيروحش كده في الهواء. وكان ساعتها الرد جه من سياده الرئيس طبعا وكان شرف ليا وللصعيد كله لان انا بعتبر نفسي انا بلدي من بني سويف لاسوان. مش بلدي من الفشن بس اللي هي بني سويف، لا انا بلدي من بني سويف الجنوب كله. لا والناس بتشوف الصعيد فيك اصلا يا وائل يعني حتى طبقه الصوت الملامح يعني حتى يمكن الطريقه نفسها. لا احنا شايفين انا ما بتنرفز صعيدي صعيدي يعني انا ما بتنرفز بجلب على طول. مش عايزين نشوفها دي مش عايزين نشوف دي لا لا هو بس غصب عن الواحد يعني. لا هو انا 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 ما اتنرفزش غير لما يكون على حق ومش نرفزه وخلاص يعني. يعني انا دايما يمكن المجال بتاعنا شويه في كل مجال بيبقى فيه بس السعيده طيبين يعني ممكن تنرفزوا بسرعه بس قلبهم ابيض. هو هو انت لو نرفزتيني وجيت قلت لي طب معلش يا وائل انا ما خدتش بالي حقك على كاني ولا في حاجه حصلت. بس هو كل ما في الامر ان الصعيدي ما يحبش اللي يقل منه. صحيح. لا جيني ولا تغديني. الله. احنا كده الصعايده لا جيني ولا تغديني. ما حسيتش انك انت بتضحك عليا يعني دي ما قدرني. قدرني كراجل فنان او زي ما بيتقال كده دغري. يعني خليك دغري معايا. لكن شغل اللف والدوران ما بنحبوش. احنا ما بنحبوش احنا كده. طيب انا بقول الكلمه دي في يعني حقاني انا فيها يعني. بس انا صبور دي حقيقه احنا لمسناها. ولما بننزل الصعيد بنشوف ده في الصعيده كله. انا صبور يا استاذ احمد. انا صبور صبر ما فيش حد صبره قدي. انا 25 سنه عشان حلمي 25 سنه عشان كده ربنا جزاك خير. اللهم لك الحمد. عشان خاطر كده في يوم من الايام اتكرمت من سياده الرئيس عشان تعبك. ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا مش بتاعتي والله ما بتاعتي ولا بتاعتي. بيجازي على التعب وعلى السعي طبعا. بالظبط. يوم طبعًا. ما 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 اشكر طبعا الاستاذ محمد السعدي على ان هو فكر في موضوع الاقصر بلدنا وفكر ان فوائل الفشني هيغني الاقصر بلدنا بالتوزيع العبقري اللي عمله الماستر نادر عباسي والاستاذ احمد الموجي اخويا وحبيبي يعني. فهو هو شغلنا كلنا بيها. محمد السعدي فنان قوي. فنان قوي وسميع قوي. ولما كنت قاعد معاه هناك شايفه بيشتغل ازاي بقيت اشتغل زيه بعد كده مع فرقتي. بقيت اشتغل زي ما الراجل ده بيشتغل من كتر التفاني والاخلاص والدقه. لا 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 مش طبيعي. التفاصيل كلها. لا مش طبيعي. مش طبيعي. لا بقول كلمه حق لا انا عايز منه حاجه ولا صحيح ولا انا عايز حاجه من حد يعني. بس انا بقول كلمه حق شفتها لاني اتعلمت من هذا الرجل حاجات وهو قاعد بيشوف ازاي وقاعد في البروفات في الاقصر وكده وهو كان صاحب الفكره. فاشكره طبعا. انا عارف ان احنا جايبينك يعني اللقاء ده خد وقت كتير علشان يحصل بسبب انشغالك ويمكن دقنك طويله ليها سبب. ان انت في كواليس تصوير. قولنا ايه الجديد اللي بيعمله وائل؟ الحمد لله رب العالمين. كان كلمني الحاج احمد السبكي بان انا بعمل دور الشيخ مسعود في رمضان كريم السنه دي في رمضان. دي حاجه بقى تانية خالص. دي حاجه جديده. ان شاء الله بامر الله. معانا طبعا الاستاذ العظيم سيد رجب والاستاذ اللي انا بعشقه صبري فواز طبعا. ده راجل كبير. والاستاذ طبعا بيومي فؤاد يعني عملاق الكوميديا في مصر اللي هو بيضحكك غير ما اتكلم يعني. فطبعا انا حتى واحنا قاعدين بنصور قلت لهم ده اللي انا فيه ده بالنسبه لي اتكتب في التاريخ ان انا قاعد في وسطيكم. هم ممكن يكونوا فاكرين ان انا بقول كده كلام وخلاص يعني لكن دي حقيقه يعني. فنانين كبار جدا. انا بحب صبري فواز جدا. صبري فواز ده راجل مش طبيعي. صحيح. يعني موهبه يعني مختلفه وموهبه يعني مش موجوده كتير. والله انا يعني بقول الحق يعني بقول اللي جوايا من ناحيته يعني. اصل انا بحبه جدا بحب اتفرج على كل ادواره فهو عبقري يعني. ايه اللي انت بتعمله في رمضان كريم؟ الشيخ مسعود يعني شيخ الجامع يعني عارف انت خطبه الجمعه بقى ومش عارف ايه بتنصب على الشيخ مسعود في الاخر احرق الدنيا. طب انا محتاره بقى اسالك دلوقتي حضرت للدور ازاي؟ ولا اقول لك غني الاقصر بلدنا؟ انا مش عارفه مش عارفه ولا جامع نسمع ابتهالات ولا طالع. خلينا نقفل لكم بسيدنا النبي ان شاء الله. طيب ان شاء الله. طب اي قبل بقى ما نسمع سيدنا النبي سريعا كده قول لنا حضرت للدور ازاي خاصه دي حاجه جديده وانت مع يعني هي بالنسبه لي ما كانتش جديده. الدور ده بالذات تحديدا ما كانش جديد لاني هو شيخ ازهري. فانا عايش في بيتنا متربي في الحته دي يعني. يمكن ما درستش او ما كملتش دراستي في الازهر لكن انا عايش في الحته دي فاقدر البس شخصيه اي حد من خلاني او جدي وهبقى موجود. بس ما حسيتهاش قوي. فطبعا العبقري الاستاذ سامح عبد العزيز
قال لي كلمتين ودايما كان دايما ناس كتيرة بتقولها لي بس هو قالهم لي بطريقة تانية. قال انا عايزك وائل ممكن لو سمحت. قلت له حاضر. قال لي هو ده اللي انا عايزك فيه لانه هو في المشاهد الاولانيه في كام مشهد شافني وائل جدا فحب جدا الموضوع ده. الاستاذ سامح عبد العزيز احييه من دلوقتي يعني من عندكم طبعا انا بحبه قوي راجل فنان كبير يعني طبعاً. ربنا يديله الصحه والبركه في العمر ويقدرني اكون عند حسن ظنه يعني ان شاء الله احنا واثقين فيك واكيد يعني احنا متاكدين ان انت هتكون عند حسن ظننا كلنا. الله يخلي حضرتك يا استاذ. نسمع بقى منك سيدنا النبي. سيدي يا رسول الله يا حبيبي وفي أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية وابتهل الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام واهتز العرش طرابا ومال الكرسي عجبا واهتز العرش طرابا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصنام ونطق الدعاب قريش بالمقالات العربية وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه. عليه افضل الصلاه والسلام. يعني وائل انا عاوز سريعا جدا اقول لك اربع اسامي وتقول لي بيمثلوا لك ايه. شيخ طاهر الفاشني، محمد الحلو، محمد منير، وعلي الحجار. شيخ طاهر الفاشني واستاذي الاولاني طبعا اللي انا اتربيت على صوته. الاستاذ علي الحجار اللي بشكره لان هو اللي ربنا جعله سبب في وجودي دلوقتي والناس تسمعني. استاذ محمد الحلو الشخصيه النظيفه اللي بيديني المعلومه مش عايز مني حاجه. اللي الوحيد اللي سمح لي ان انا اغني اغانيه وخلى الناس تقول لهم ادي الوائل حقه وانا اللي تنازلت عن حقي علشان خاطر كان دي كان استاذ محمد الحلو ربنا يديله الصحه والبركه في العمر ونسمعه على طول لان هو من الناس اللي القريبين قوي لقلبي من طيبته وحنيته بصراحه يعني. استاذ محمد منير اقرب الناس كمان لاقرب اصوات المصريين بشكل عام طبعا. استاذ محمد الحلو، استاذ علي الحجار طبعا لان الكبير دايما هي دي تصرفاته انه يقدم. استاذ علي الحجار قدمني، استاذ محمد الحلو سمح لي ان انا اغني اغانيه. الاستاذ محمد منير كنت بحلم ان انا ابقى واقف حتى وانا على المسرح بحب البس كاجوال زيه وبتنطط على المسرح يعني وداني سمع كل حاجه صحيح. انا ميوزيشن على المسرح مش مجرد مطرب ماسك مايك وخلاص يعني وهي دي فده اللي خلى الاستاذ محمد منير مثل اعلى ليه في وقفته على المسرح عشان صحيح. انت تستحق موهبتك تستحق فعلا وانت بتغني انا يعني بالنسبه لي
وحشنا الصوت المفتوح. الله اكبر ما شاء الله. انا تعبان والله النهارده يعني متاسف من الف سلامه عليك يعني وائل، ان انا مش قادر اغني بكل قوتي. شكرك يا وائل، ويمكن اللي انت قلته النهارده ده هو شيء من الرجال، وهو اللي احنا متعودينه من اهل الصعيد اللي هم دايما يعني بيدينوا يعني لاصحاب الفضل عليهم يعني كل لحظه وكل معروف عملوه فيهم. وانت نجم حقيقي يا وائل، وحفرت اسمك نقول ب يعني حروف من ذهب في تاريخ التراث المصري، وان شاء الله يعني نتقابل تاني. ربنا يقدرنا على اللي جاي، وعندي مفاجآت ان شاء الله، بس ننتظر اني طبعا الجهه المختصه بده تكلمني، وعندي مفاجآت شغال عليها ما بسكتش. هتخصنا بيها بس في الاول انا انا في ورشه شغل انا والدكتور وائل العبيدي ومحمود حسين كامل، هو دايما مسمي نفسه مودي كامل، احنا على طول في الاستوديو شغالين، وهو اصلا كان همنا دايما التراث ناخده ونطلع منه كل حاجه حلوه. صحيح. ان شاء الله يعني ان شاء الله. بنشكرك وائل الفاشني، يعني نورتنا وشرفتنا في صباح الخير يا مصر، ومزيد من التوفيق ليك. شكرا. الله يخليك. شكرا.